بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه التحديات والانطلاقات انطلاقة الشوط الحادي عشر الخاص بفئة الإبكار المحليات اللقاية الأصائل مسافة الأربعة كيلومترات الحاضرة معنا هنا في صباح هذا اليوم لنتابع هذه الأسماء وهذه الشعارات التي تتواجد هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نسير مباشرة إلى المركز الأول إلى المقدمة وإلى التحديات الأولى لنتابع هنالك الأسماء والشعارات هنالك النهضة من تأتي على المركز الأول تعود ملكيتها لسيد محمد بالحزمي بن قناص العامري يتواجد هنا على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط بينما نقلتنا القادمة إلى المركز الثاني لنتابع هنالك الوصول مع النعامة محمد بن صالح بن مجرن العامري هو القادم على مستوى المركز الثاني ثالث التحديات والانطلاقات مشاهدينا متابعينا الكرام شعار حمود بن سالم بن مسلم بن محمد الكتبي من يصل على المركز الثالث والمركز الرابع المركز الرابع يتواجد هنا شعار كردوس بن محمد بن سالم العامري من يقدم لنا هملولة القادمة على المركز الرابع المركز الخامس حذاري للسيد احمد بن سلطان بن رشيد السويدي من بدا يتقدم الان على خامس التحديات والمركز السادس راهيه منصور بن حمد بن عري المنصوري من يقدم لنا انطلاقه راهيه المركز السابع اسرار سهيل بن سالم بالورع العامري هو القادم على مستوى المركز السابع وثامن التحديات مطره مبخوت بن عبد الله المنهالي من يتقدم شعار الضبيعي في هذه اللحظات يتواجد بهذا الاداء المميز وايضا عاليه الحميدي بالعبد بن محمد الوهي هيبي من يقدم لنا عالية الحاضرة بهذا الأداء المميز وأيضا هنالك الوصول على مستوى المركز العاشر مشاهدينا ومتابعينا الكرام حايل لسيد عمران بن سلطان بن تريم الكتبي من يقدم لنا انطلاقة حايل العودة هنالك للمقدمة إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول وإلى التحديات الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام مع تواجد شعار هنالك بن قناص من يتواجد على المركز الأول وعلى الصدارة وعلى التحديات الأولى محمد بالحزمي بن قناص العامري من يتواجد هنالك مع النهضة النهضة من تسيطر على مقدمة هذا الشوط وعلى الصدارة وعلى التحديات الأولى تسير بخطى واثقة على مقدمة هذا الشوط وهي ترتدي هذا الشعار الكبير شعار بن قناص المركز الثاني المركز الثاني هملولة كردوس بن محمد بن سالم العامري من يقدم لنا هملولة والمركز الثالث وصلت عالية الحميدي بالعبد بن محمد الوهيبي من يقدم لنا عالية هنالك ايضا القدوم مع النعامه محمد بن صالح بن مجرن العامري من بدا يتقدم الان ويعلن عن حضوره المميز ايضا وسام محمد بن فارس بن حمد الشامسي ولكن نتابع هنا الوصول والانطلاق والتحديات مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع الحاكمه حمد بن محمد بن عبيد العامري من يقدم لنا انطلاقه الحاكمه التي بدات هنا بالظهور المميز أيضا نتابع الوصول مع الذاير مبارك بن سعيد بن خليفة الخيالي من يقدم لنا انطلاقة الذاير أوتار هي القادمة سعيد بن عبيد بن سالمين المنصوري من يقدم لنا أوتار ونختم النداء مع انطلاقة حايل عمران بن سلطان بن تريم الكتب العودة للمقدمة العودة إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول إلى التحديات الأولى ولا زالت النهضة النهضة منذ البداية
البداية، وحتى هذه اللحظة تسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط. ومحمد بالحزمي بن قناص العامري من يقدم لنا النهضة بهذا الأداء المميز. بدأت بالاقتراب هنالك إلى جولة التحديات، إلى جولة الأوامر، إلى 500 متر الأخيرة والخطيرة، وبن قناص بدأ يباعد المسافة والعصا في الأبطان بدون أي توامر. بن رشيد قادم، شعار أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي مع حذاري، حذاري من هذا الشعار الخطير، ولكن النهضة، النهضة وحذاري، حذاري والنهضة. بن رشيد وبن قناص، بن قناص وبن رشيد، التحدي الثنائي الأخير ما بين هذه الأسماء المميزة. انطلقت حذاري، أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الخطير الخطير على المركز الأول. نهضة بن قناص قادمة، شعار بن قناص يصل على المركز الثاني، محمد الحزمي بن قناص العامري، ولكن حذاري، أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يكرر الإنجازات، يضيف النقاط إلى هذا الشعار المميز. تهانينا والناموس. المركز الثاني النهضة، محمد بن حزمي بن قناص من علي العامري. والمركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع وصول الحاكم محمد بن محمد بن عبيد العامري. والمركز الرابع وصلت أوتار سعيد بن عبيد بن سالمي المنصوري. والمركز الخامس، المركز الخامس كان الدخول جماعي مع النعامة، محمد بن صالح بن مجرن العامري، ووسام محمد بن فارس بن حمد الشامسي. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام إلى هنا، لحظات الإعادة، لحظات التوقيت الزمني. تهانينا والناموس لمالك حذاري أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، 6 دقائق 4 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس. المركز الثاني كان الحضور على ثاني التحديات مع النهضة للسيد محمد الحزمي بن قناص العامري بتوقيت زمني 6 دقائق 4 ثواني و6 أجزاء من الثاني. تهاني والناموس. بينما المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام هي الحاكمة من حضرت على المركز الثالث للسيد حمد بن محمد بن عبيد العامري بتوقيت زمني 6 دقائق 10 ثواني و5 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس.